بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن الأفعال المساعدة واللي هي مودال أوكسيلاريز، وهي أفعال مهمة جدا لكي تتمكن من قواعد اللغة الإنجليزية. نتعرف عليها ونتعرف على استخداماتها. مودال أوكسيلاريز وهي في العادة ليس لها نهاية، يعني لا يمكن أن تنتهي بأس أو إي دي أو أي إن جي إندينج. إذا models don't have an S, E, D or I, N, G إندينج. He can drive، هو يستطيع أن يسوق، ولكن لا نستطيع أن نقول he can drive. Don't use an infinitive with the models، ولا نستطيع أن نستخدم المصدر مع الأفعال المساعدة، يعني he can go بس ما نقدرش نقول he can't go. To form the negative عشان إحنا نحول الأفعال المساعدة إلى حالة النفي، فعلينا نضيف بس وراء الفعل المساعد كلمة not. To form the negative but not after the model, he should not go, he cannot go, he could not go. إذا الأفعال المساعدة لا تنتهي بأس أو ED أو ING. ومثال he can drive، ولكن لا نستطيع أن نقول he can drive. لا يمكن استخدام المصدر مع الأفعال المساعدة. Don't use an infinitive with the models، يعني احنا بنقول he can go ولكن لا نستطيع ان نقول he can't go. وفي حالة النفي to form the negative but not after the model، وفي حالة النفي فاحنا على السريع وراء الفعل المساعد نستخدم كلمة not. He should not go, he might not go, he may not go. هناك أمثلة، some examples of models. We can play football. We could play football. We may play football. We might play football. We must play football. We mustn't play football. We ought to play football. We shall play football. We should play football. We will play football. We would play football. لو لاحظت انه باللون الغامق هذه الافعال المساعده can, could, may, might, must, mustn't, ought to, shall, should, will, would، زائد التصريف الاول للفعل play, 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 play. هذه امثله على المودل اكسلرز. طيب في حاله النفي احنا بنجيب الفعل المساعد وبنضيف له كلمة not، ممكن نكتبها في حالة الاختصار. في لأن احنا بنسمي long form و short form. long form و short form، صيغة طويلة أو المطولة والصيغة القصيرة المختصرة. can cannot، could could not، may may not، might might not، ought to ought not to، should should not، will will not، would would not. إذا كيف في حالة النفي؟ إحنا ضفنا للفعل المساعد فقط كلمة not. إذا can cannot، could could not، may may not، might might not، ought to ought not to، should should not، will will not، would would not. can، use of can، يستطيع. كان تعبر عن أكثر من شيء. ability to do something in the present، يعني القدرة على عمل شيء في الحاضر. ability to do something in the present، to be able to. I can speak English، أستطيع أتكلم اللغة الإنجليزية. I can speak French، أستطيع أتكلم اللغة الفرنسية. الحالة الثانية permission to do something in the present، السماح بعمل شيء في الحاضر. To be allowed to. Can I go to the cinema؟ ممكن أروح على السينما. Request، طلب.
Can you wait a moment please? ممكن تنتظرني لحظة من فضلك. Offer عرض. I can lend you my car tomorrow. أنا ممكن يعني أعيرك سيارتي لبكرة. Suggestion اقتراح. Can we visit grandma at the weekend? ممكن نزور جدتنا نهاية الأسبوع. Possibility احتمال. It can get very hot in Arizona. ممكن تكون حارة جدا في أريزونا، وأريزونا من ولايات أمريكا الجنوبية، واللي في الصيف ما شاء الله نار وصل 30 درجة الحرارة. إذا عندما نريد أن نستخدم كان، هناك عدة استخدامات لكان: ability to do something، permission to do something السماح، request طلب، offer عرض، suggestion اقتراح، possibility إمكانية. I can speak English. Can I go to the cinema? Can you wait a moment please? I can lend you my car till tomorrow. Can we visit grandma at the weekend? It can get very hot in Arizona. فإذا هذه أمثلة على استخدام كان، مهم جدا احنا نفهمها ونحاول نفهم القواعد اكثر شيء عشان نعرف نستخدم الفعل المساعد المناسب في المكان المناسب. كنت هي القدره على عمل شيء في الماضي، ability to do something in the past، وكان القدرة على عمل شيء في الحاضر. الاختلاف. I could walk when I was two. أنا كنت قادر أمشي لما كان عمري سنتين. إذا هو يتكلم عن القدرة بالماضي. Permission to do something in the past. السماح لعمل شيء في الماضي. I could go to the movies when I was a teenager. أنا كنت قادر أروح على السينما وأحضر أفلام لما كنت أنا يعني مراهق وشاب. Polite question يعني سؤال مؤدب. Can I go to the cinema please? Could I go to the cinema please? ممكن أروح على السينما من فضلك. Polite request إشي يعني طلب وبأدب. Could you wait a moment please? Polite offer. I could lend you my car till tomorrow. أنا ممكن يعني أعطيك سيارة بتاعنا بكرة. Polite suggestion. Could we visit grandma at the weekend? Possibility. Could get very hot in Montana. إذا كنت استخدام للماضي، قدرتك على عمل الشيء وفعل الشيء في الماضي، السماح لعمل شيء في الماضي، وتستخدم في الأسئلة والعروض والاقتراحات اللي فيها نوع من يعني أنت بتحكيها بتؤدب. Polite question, polite request, polite offer. فهذه مستخدم could. Could I go to the cinema please? Could you wait a moment please? Could I could lend you at my car till tomorrow? Polite suggestion. Could we visit grandma at the weekend? Possibility it could get very hot in Montana. May تستخدم لكي تتكلم عن الإمكانية. ممكن. Possible. It may rain today. ممكن تمطر اليوم. Or a permission to do something in the present. أو السماح لعمل شيء في الحاضر. May I go to the cinema? أو polite suggestion أو اقتراح مؤدب. May I help you? ممكن أساعدك. إذا may تتكلم عن إمكانية. It may rain today. ممكن. بطلب السماح. May I go to the cinema? فيها نوع من التؤدب ولا suggestion. May I help you? ممكن أساعدك. Might.